السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي سفرك السياحية، همام يحييكم. موجود الآن في مطار صبيحة الدولي في الطرف الآسيوي من إسطنبول، وبانتظار بعض الزبائن الذين سيأتون اليوم إن شاء الله. تقريبا هذا موعد قدومهم بحول الله تعالى. الزبائن الكرام وصلوا الآن، نتكلم مع الزبائن الذين وصلوا اليوم إلى المطار عن إجراءات يعني الحماية أو الوقاية من هذا المرض والإجراءات المتبعة في المطار حتى الناس تقي نفسها، أكيد تقي الناس الموجودة أساسا في البلد. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. عم شوف حاطة كمامة، شو السبب؟ من باب الاحتياط، بس من باب الاحتياط. لكن حاليا عم تلاقي شيء عم تلاحظي فيه؟ لا الحمد لله. بالنسبة لموضوع كورونا او شيء من هي الفيروسات ما لاحظنا ولا اي شيء، بس اخذت حيطة وحذر يعني. طيب جميل، معناها نشيلها طالما ما في شيء. اذا مثل ما انا شايفين يعني وصول المسافرين دون يعني في تطمينات جيدة في هذا السياق، كونه كل الأنظار الآن متجهة نحو المطارات والخوف من التجمعات، لكن كما نلاحظ هنا عدد كبير من المسافرين يصلون في كل دقيقة في كل لحظة إلى مطارات إسطنبول بشكل عام أو مطارات تركيا. بكل تأكيد هناك إجراءات للسلامة والوقاية لدى كل مسافر. نستطيع القول أن كل ما يشاع حول قلة في حركة الزبائن أو قلة في سير عمل المطارات، يعني هذا تقريبا محض إشاعات ليس إلا. فنلاحظ يعني دائما عند انتشار أي أزمة في أي بلد من بلدان العالم هناك بعض الإشاعات تنتشر، وخاصة أن مرض كورونا هو تقريبا انتشر في كل دول العالم، لكن الحمد لله إلى الآن لم تسجل أي إصابات في تركيا بشكل عام. إذن متابعينا مثل ما ملاحظين بكل ثانية تقريبا هناك عدد كبير من الواصلين إلى مطار صبيحة الدولي في أطراف الآسيوي من إسطنبول. هذا يدل على حركة طبيعية جدا في المطارات، سواء في مطار صبيحة أو المطارات الأخرى الموجودة في مدينة القارتين، مدينة إسطنبول. شركة سفرك السياحية دائما تتمنى لكم سفر ممتع ورحلة في إسطنبول من أمتع ما يكون. دائما نتمنى لكم السلامة في كل وقت وحين. هذا كان فيديو قصير من داخل مطار صبيحة الدولي في الطرف الآسيوي. دائما نلتقيكم على خير، تابعونا بكل فيديو على قناة سفرك على يوتيوب، نصحبكم دائما من أجمل الأماكن وأمتعها سياحيا وأيضا خدماتيا حتى نشاهد روعة إسطنبول وباقي الولايات التركية. السلام عليكم.